يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. ومن المشاكل التي وقع فيها الإمام أحمد بن حنبل أن بعض تلامذته الفقهاء الكبار كانوا من المشبهة، بل إن ولده عبد الله تأثر بالمشبهة وكان مشبها، ولذلك نسب للإمام أحمد بن حنبل بعض الكتب التي فيها تشبيه، بعض الكتب التي فيها تشبيه، وهذه مشكلة كبيرة في الحقيقة، لأن الإمام أحمد بن حنبل مبرأ عن هذه التهمة. هناك كتاب اسمه الرد على الجهمية نسب للإمام أحمد بن حنبل، في الحقيقة أن الذي ألفه هو ولده عبد الله ونسبه لأبيه لكي يشتهر الكتاب، نعم، حتى يشتهر الكتاب فقط، نعم. السنن والله ما أعلم، السنن الإمام أحمد، السنن، أما المسند فله، وأما الزهد فله، وأما الورع فله، كتاب الورع وكتاب الزهد وكتاب فضائل الصحابة له، أو كتب كثيرة الإمام أحمد وهي مطبوعة، أما كتاب السنن والله لا أعلم إن كان له. أصول السنة، نعم، هذا أصول السنة، هذا مكذوب عليه، هذا أصول السنة، يعني هذا مكذوب عليه، حتى أن صاحبه كأنه يقول للناس هذه هي أصول السنة، فالذي يخالفها فهو بدعي، كأنه يقول نحن السنة، هؤلاء مشبهة الحنابلة جعلوا أنفسهم هم السنة، نحن أصول السنة، هذا هو الذي كذب عليه. وأصول السنة هو نفسه كتاب الرد على الجهمية، كتابان متطابقان، كان يسمى الرد على الجهمية ويسمى بأصول السنة، نعم.